نظم المنتدى الوطني لإطارات وترقية شباب سباق الماراثون في طبعته الأولى على مسافة 10 كيلومترات بين شوارع البليدة مرورا بأبوابها السبعة، حيث كان الانطلاق من ملعب الشهيد مصطفى تشاكار وصولا إلى ملعب شهيد حمود ديدي. هذا وتم تكريم الفائزين بالمسابقة التي عرفت مشاركة كل الأصناف من مختلف ولايات الوطن. التغطية لعدل عباس. في هذا السباق المميز سباق الأبواب السبع، فخار حنان وكذلك دحماني كنزة. فزت اليوم بالمرتبة الأولى في مسابقة سبع أبواب. نشكر الأستاذ حليم، أستاذ بطاش، أساتذة الرياضة وصاحبتي هدى. نشكر هذا الذين نظموا هذا الحفل بولاية البليدة للأبواب السبعة، نشكرهم هذا الطاقم، ونشكر الأستاذة أمينة حريش التي كانت وفرت لنا كل الاهتمامات وكل شيء، ونحترم كل ونشكركم رجال الخفاء الذين عاونتم. الحمد لله يا ربي اليوم فزت في السباق، سباق كان في المستوى مع الزميلة دحماني كنزة، عرفت كيف هنسير السباق من البداية. ندعو الجميع إلى التكثيف من هكذا مبادرات التي سوف تخلق حركية إيجابية داخل المجتمع وتزيد من لحمة المجتمع البوليدي. كانت مبادرة ناجحة بمشاركة أكثر من 20 ولاية على مستوى من حيث التنظيم، كانت ناجحة من حيث التنظيم والاستقبال وبحضور السلطات الولائية والمحلية على رأسها السيد والي ولاية البليدة والسلطات المحلية، رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل السلطات.